حوالي 6 شهور في مكان دير المحرق حاليا، اللي هو قال عنه في آية 19: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمه. مذبح للرب في وسط أرض مصر بيتكلم عن إيه؟ مش مذبح اليهود، لأن مذبح اليهود كان لازم يبقى في أورشليم. أمال ده مذبح إيه؟ مش مذبح أوثان، لأنه بيقول مذبح للرب. إذا كان مش مذبح أوثان ومش مذبح اليهود ومذبح للرب، يبقى إيه؟ كنيسة العهد الجديد، كنيسة مصر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عمود للرب عند تخمها. تخمها يعني حدها. الحد بتاع مصر اسكندرية، كانت الشمال الغربي مصر اسكندرية، اللي دخلها ماري مرقس كأول مدينة في مصر تطأها قدمه وهو جاي من ناحية ليبيا. والحكاية بتاعت إنيانوس الإسكافي والقصة بتاعت دخول المسيحية إلى أرض مصر. يبقى العمود اللي عند تخمها يطلع مين؟ ماري مرقس وكرسي الأسكندرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تعالوا نطلع نسمع بابا شنودة وهو بيتكلم عن ماري مرقس ونرجع نكمل كلامنا تاني. تفضل. ماري مرقس عندما حضر إلى مصر لم تكن مصر مسيحية، كانت العبادات الفرعونية المصرية القديمة منتشرة فيها، وكان فيها اليهودية أيضا، وكان فيها العبادات اليونانية والعبادات الرومانية وبعض من التأثير الشرقي أيضا، وكانت فيها الفلسفات القديمة، وكانت تبدو صعبة ومتعبة في التبشير، ولكنه عمل ولم ييأس ولم يتعب ولم يبحث عن إمكانيات ولم يبحث عن تسهيلات ولم يبحث عن راحة في الخدمة أبدا. إنسان وهب نفسه للتعب من أجل الرب. لم تكن هناك كنيسة قد عين فيها، ولم يكن هناك مبنى تابع له، ولم يكن له مقر، ولم يكن له أي ما يضع رأسه، ولكن كان له الإيمان الذي يستطيع أن يحرك الجبال، وكانت له العزيمة القوية على أن يتكلم بكلمة الرب وينشرها. وهكذا جاء إلى بلاد غريبة، هو غريب عليها وغريب على لغتها وعلى أهلها وعلى عاداتها وتقاليدها، وغريب على دياناتها ومذاهبها وفلسفاتها الفكرية، غريب في كل شيء، ولكنه لم يأبه بهذه الغربة، وإنما فكر كيف يوصل كلمة الرب. إنه درس لنا نحن الذين أمامنا كلمة الله سهلة، وأمامنا الأناجيل، وأمامنا المطابع التي حولت الإنجيل في متناول كل يد، ولم يكن كذلك أيام ماري مرقس أو أيام بولس الرسول. وعندنا الكنائس، وعندنا القرى، وعندنا طرق المواصلات السهلة، لكن ليست عندنا الرغبة التي كانت عند هؤلاء القديسين، ولا العزيمة ولا الإصرار على توصيل كلمة الرب،
ولا الغيرة المقدسة النارية العنيفة التي تشعل الإنسان وتقود في قوة للتبشير والإنقاذ.